السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نعمل بطاطا على لحمة. عندي تقريبا وقية ونص لحمة مفرومة على السكينة طرية. عندي 3 بصلات مفرومين ناعمين. عندي هون 6 حبات بطاطا مقطعين مكعبات. بحتاج فلفل اسود مثل العادة. ربع كباية زيت. واكيد ملح. نولع الغاز ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي بنحط الزيت. اكلة بسيطة وخفيفة وهينة. تتقدم مع لبن عيران او سلطة او خضرة. بنحط البصل. على طول بنحط رشة ملح للبصل لحتى ينزل ميته. رشة فلفل اسود فوق البصل. انا من عشاق الفلفل الاسود الطازة لانه بيعطي كتير طعمة طيبة للاكل. هلا اذا مش متوفر فلفل اسود عادي مش مشكلة، يعني ما بدنا نصعبها. نحرك البصلة لتدبل. اكلة بسيطة وهينة وخفيفة بالشوب. تتقدم مع سلطة لبن وخيار، يعني زبادي وخيار، لانه الواحد بيحتار شو بده يعمل اكل بالشوبات. وسهلة على 6 البيت. واذا بقيت لتاني يوم فيها تسخنها. يعني عم حاول اقدم لكم بالقناة العادي والسهل. هلا بس تدبل البصلة بنحط هون مثل ما شايفين دبلت معي البصل مع رشة الملح والفلفل الاسود. بحط اللحمة هون. بنحركها. هلا هون ما بحط ملح للحمة لانه بركي نزلت مي. قلنا على طول اللحمة بنحط لها ملح بس تستوي. اذا بنحط لها ملح هلا بتنزل ميتها. واكيد رشة الفلفل الاسود بتاعت رباب. بنسمي القناة رشة فلفل اسود. شو رايكم؟ هون بنحرك فيها لحتى تستوي اللحمة مظبوط. أكلة بسيطة وسهلة وما بدها أي تعب ولا تحضير. قشر البطاطا واللحمة جيبيها مفرومة خاصة تكون طرية راس أصغر من راس عصفور. والبصلة وهي هي. أكيد على نار عالية. إذا بنوطي الغاز هون اللحمة بتكتف ميتها. هون اللحمة ما عملت مي. ليه؟ لأنه على نار عالية. بنضلنا ايدنا فيها نحركها لحتى تستوي كل اللحمة. ما نتركها وننشغل بشي تاني. اكيد اللحمة رح تكفي استوى مع البطاطا.
والبطاطا بنحط لها رشة ملح. فإذا حطينا رشة ملح للبصل، هلا بنحط رشة الملح للحمة، يعني تقريبا نص ملعقة صغيرة، ورشة الملح الباقيين للبطاطا. هيك بتكون معدلة كل شغلة أخذت حقها في الملح. هلا بس نقلبها مع البطاطا، منوطي عليها الغاز مثل الرز، يعني منوطي الغاز ونخليها تستوي على نار هادية. بس باقي لها بعد تشويحة للحمة، نحط البطاطا. وهلا هون عنا استوت اللحمة، وهيدي البطاطا، رشة الملح ورشة الفلفل الأسود. بتقولولي كتير رشة فلفل أسود؟ لا مش كتير، بتعطيها طعمة طيبة. ما بحب دخل أي بهارات تنزع طعمة الأكل، هيدا ذوق ست البيت، ذوق عندها شو بتحب تضيف، شو بتحب عيلتها. بنقلبها هيدي التقليبة لحتى المكونات تختلط ببعضها مظبوط. ما بنضيفها مي، بنوطي الغاز منيح مظبوط مثل كأنه عم نفلفل رز، وما بنحركها إلا شي حركة أو اثنين. ننسيها مدة ربع ساعة على نار واطية، وهيدي هي بتستوي. فرجيكم عليها وقت التقديم. هلا بنوطي الغاز منيح، بس تخلص برجع لكم فرجيكم. وهيك بكون عنا التقديم النهائي للبطاطا على لحمة، رشة حر هيك خفيفة اللي بيحب يعني ذوق. وهون عملت لبن عيران، لبن عيران ولا شيء، يعني الزبادي بنحط له مي وملح وبنخفقه بالخفاق بهيدا الشكل، وبيتقدم حدا خضرة أو سلطة. وبتمنى كمان وبكرر ما تنسوني من اللايك والشير والاشتراك والتعليق الظريف مثلكم، وبتمنى عدم المحظورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.